اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. معانا دكتورنا واستاذنا دكتور حسين موافي. مساء الخير دكتور. اهلا بيك. صباح الفل. صباح الورد. معلش النهارده كان في شبوره اتاخرنا شويه على حضرتك. احنا بعتذر لك اعتذار كبير. الشبوره دي جباره. خلي واحد ما يشوفش قدامه مترين. وايه كمان اللي يخلي الواحد ما يشوفش قدامه مترين يا دكتور حسين؟ عمل قلب. عمل قلب. اصعب من الشبوره. طب كتير. ايه عمل قلب ده؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول انها لا تعمل ابصار لكن تعمل قلوب. يعني انا وحضرتك قاعدين في الجنينه. احنا الاثنين شايفين كل حاجه، بس حضرتك شايف حاجه انا مش شايفها. صحيح. شايف عظمه ربنا في البرتقانه اللي على الشجره دي. انا مش شايفها، انا شايفها برتقانه عايز اكلها. ده عمل قلب. ان الواحد ما يشوفش زي اللي بيشتموا في 2020 في 2020 يقول لك سنه سودة وسنه كبيسه. طيب ما هو ممكن جدا كانت الضحايا يبقى شعب كامل. الناس ما قرتش. احنا في الطب خدناها كارثه الكوليرا 43 كتير كتير ما حدش قرا عنها كتير. ده ما تقوليش بقى لا كورونا ولا حاجه. لا 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 بالعكس، ده احنا نقول 2020 دي كانت كويسه جدا ان ربنا لطف بينا. لطف هو بينا. انت مع السنه الجديده بتفكر في حاجات؟ يعني انت من الناس اللي لما تيجي سنه جديده تنتبه وتراجع وتعمل حاجه؟ بتعمل ايه في السنه الجديده؟ انا فيا خصله بس اوعى تضحك. لا مش هضحك. لا انا احتمال يعني انا عمري ما اعتبرت في يعني الايام كلها سلسله ماشيه. صحيح. احنا اللي بنقسمها شهر يناير شهر انما هي سلسله ماشيه هي هي. ما بتملي ما بتعت يعني لا ما بقفش عند رقم يعني. ما بقولش يلا السنه الجايه ابتدت هنبتدي نعمل السنه دي كذا. الايام ماشيه. حضرتك انا اسالك سؤال، في فرق بين مثلا من خمس ايام والنهارده؟ لا لا خالص. ما هي بس هي التواريخ بتبقى نوع من التواريخ احنا اللي عاملينها. احنا اللي يعني عاملينها بتبقى نوع من انواع لحظه انتباه. يعني في حاجه مشيت وفي حاجه جايه وفي حاجه مش عارف زي يعني عيد الميلاد زي صح العيد زي صح رمضان يعني كل الحاجات دي ده من صنع البشر. وان كان رمضان ليه حاجه تانية. رمضان ده حاجه يعني لا رمضان عظيمه حدث ولا حرج في رمضان ده. بس هي الحاجات دي من صنع البشر يعني احنا اللي عملنا كده. واحد واحد مثلا عيد الام مين اللي عمله؟ احنا. صحيح. شم النسيم احنا اللي عاملينه. فهي تاريخ احنا اللي عاملينها. بس انا ما بقفش عندها اطلاقا والله. والله فعلا يعني امال الواحد امتى ازاي يراجع نفسه؟ يراجع نفسه يوميا. يوميا كتير يا دكتور. يوميا قبل ما تنام بالليل وراسك على المخده كده شوف الاعمال اللي عملتها كانت لوجه الله ولا كانت يعني حاجه تانية. يعني نيتك كانت ايه؟ النيه انت عارف النيه احنا قسمناها اربع اقسام. فهي شوف اللي انت عملته كله كان ايه؟ عمل صالح بنيه صالحه ولا لا؟ ممكن عمل صالح بنيه فاسده. عن اذنك استاذ محمود اصلي الظهر عشان ابين للناس صحيح. دي ان انا راجل ممكن عمل فاسد بنيه صالحه. ممكن عمل فاسد بنيه فاسده. فيراجع الاربع مجموعات دول. يا حبذا لو كانت اعمالنا كلها قبل ما انام بالليل ان يكون عمل صالح بنيه صالحه. بصفتك دكتور يعني دكتور مسائل عضويه. هل تستخدم المعاني دي احيانا في علاج بعض المرضى؟ هل ده علاج يعني بتبقى مفيده؟ طبعا. المعاني دي طبعا يعني ممكن تلاقي مريض معين تقول له الكلام اللي هو النفسي ده. طبعا طبعا بيفرق. يا احنا عندنا عدد كبير جدا استاذ محمود مرضى نفسيين. مظبوط. ومن الصعب لا انا هو جاي لك عضوي تشتغل معانا. ايوه ومن الصعب عليا عشان مشكله بسيطه ابعته لدكتور نفسي. اولا بعمل لود على دكتور نفسي لانه عنده ما يكفي. وبعدين انا اقدر احلها وده يساعد في العلاج اللي حضرتك بتكتبه. اقول لحضرتك مثل واحد جاي لك عنده القلب كويس ومكتئب. مكتئب بشده مش من القلب لان ابنه مات. ما تكلموش. طب ما هو علاجه هيبقى جزء علاج قلبه جزء نفسي. واحده ما متخلفش. كل مجموعه من دول انا موضب لهم الكلام بقى. تاخد وتدي معاهم. لا موضب لهم هقول لهم ايه يعني مثلا اللي ما متخلفش. اقول لها الفلوس دي ايه؟ تسكت شويه كده اقول لها رزق. تقول لي رزق. اقول لها طب والعيال ايه؟ تقول لي رزق. اقول لها لا. اقول لها حضرتك غلطانه. لما اتكلم ربنا على الفلوس قال يرزق من يشاء. لما اتكلم على العيال قال يهب لمن شاء.
الفلوس رزق لازم فيها اخذ باسباب. الفلوس مش هتجيلي وانا قاعد في بيتي. لازم اروح شغلي عشان اخد مرتب. صحيح صحيح. انما العيال هبه. الاقي واحد بيخبط على باب البيت جايب لي تورته. يهب لمن يشاء، ما قالش يرزق من يشاء، الاناث والرجال. فده كل واحد موضب له كلام. اللي عنده واحد مات اقول له لو الرسول عليه الصلاه والسلام قاعد في وسطينا دلوقتي يتباهى بايه؟ يسكت. اقول له لا فكر. يقول لي يتباهى انه نبي. قال له طبعا عارف، وانا عارف انه نبي طبعا. يتباهى ان ربنا والملائكه صلوا عليه. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يصلون تمام. اقول له تخيل ان انت زيه. يقول لي ازاي؟ اقول له لو صبرت. اولئك عليهم صلوات من ربهم. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. فانت زيه. فابتدي انا لا موظب كلام لكل واحد كجزء نفسي مع العضوي. طبعا الى جانب بقى الادويه الروشته اللي هياخدها. والادويه غليت قوي على فكره. كل حاجه غليت الا البني ادم. الا البني ادم. والله البني ادم غالي قوي يا استاذ محمود. يعني ابسط واحد في الدنيا بيخدمك فهو غالي جدا. المفروض كده. طبعا طبعا. واحد بيجي يشيل الزباله لما اخسر لانه احسن تقويم. احسن حاجه ربنا يخليها. هو اللي قال كده سبحانه وتعالى. صحيح. طيب خش بقى في حضرتك مختار ايه النهارده؟ النهارده هنتكلم في التشخيص. العلاج السليم يبدا بتشخيص سليم. ليه؟ احنا شعب موهوب. احنا عندنا 100 مليون مشخص. ودي كارثه. يعني سهله واحد يتكلم حد في التليفون يقول لك ايوه عندك كذا. استاذ محمود سعد صوت الثالثه. ايوه بالظبط. فاحنا الطب السليم يبدا بتشخيص سليم. حضرتك ابتديت بتشخيص غلط، كمل بقى. كمل غلط. أدوية غلط، متابعة غلط، كله غلط في غلط. فدايما الطب يبدأ بتشخيص سليم. اتفقنا؟ يعني عشان علاج سليم لازم تشخيص سليم. اتفقنا. احنا بنشخص بثلاث حاجات لا رابع له. ثلاث حاجات لا رابع له. واحد، كلمتين العين يقولها. اتنين، أو مكشف عليها السرير. ثلاثة، الأبحاث. الأبحاث اللي هي أشعات، تحاليل، سونار اللي الناس بتروح تعملها في حته ثانيه. الثلاثه بنفس القيمه يا استاذ محمود. في ناس بتحط على الابحاث تقل كبير جدا، وهذا خطا شديد جدا. هيبقى على حساب ايه؟ ان انا اسمع العيان. والله انك لو سمعت العيان كويس هتشخصه، يعني هتقرب جدا للتشخيص وانت لسه قاعد على المكتب. انت قاعد على المكتب لسه ما قمتش. لو كشفت عليه صح قربت جدا. عشان كده انا بقول احنا في بلد مش اغنياء. مريضنا مش مريض غني. ساعات دكاتره تطلب يعني فظاعه. تطلب حاجات تحاليل ورسومات. اعمل لي كذا وكذا 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 وكذا. تمام. العيان دفع له مثلا 30,000 جنيه ابحاث. بس العيان هنا انت لا تنصح ان العيان يعترض. لا ما اعترضش، لانه احيانا يكون الطلبات دي كلها صحيحه. الدكتور دكتاتور. الدكتور دكتاتور. عشان بس ما يعترض عليه الدكتور. يعني المريض يسمع الكلام ده ويقول بقى انا لا كفايه هعمل حاجتين. لا لا انا مش بكيفه. لا بس بقول للدكاتره ساعات تسرف في انها تطلب. طيب بص بقى حضرتك، المشكله الكبيره ترجع كلها نورمال. طلب اشعه مقطع الصدر طبيعي، طلب سونار على بطنه طلع طبيعي، طلب ما حدش بيقول حاجه، ما حدش بيقول له حاجه. بس انا كنت عامل كراسه كده اول ما ابتديت، اما خدت الدكتوراه فتحت عياده. فعملت كراسه، طلبت مثلا اشعه، كم واحد طلع ايجابي وكم واحد طلع سلبي؟ تمام. انت بتشوف بتقيس نفسك. انا اتعلم نفسي انا بطلب ايه بدون داعي. فلقيت ان انا فعلا ساعات. مين علم حضرتك كده؟ انا من نفسي كده حسامية يعني. فانا جبت كراسه اقول للعيان عشان تبقى اكثر دقه، عشان ما اطلبش تاني، يعني امسك نفسي شويه. تمام. لقيت ان في حاجات روتينيه تطلب. ليه؟ لان ممكن جدا حضرتك يبقى عندك مشكله طبيه وليس لها اعراض. مش بس كده، وليس لها مظاهر في الكشف. يبقى اللي انا اعتمدت عليه كلام العيان ما قالش حاجه. مفيش الم خالص. مفيش الم، ما قالش حاجه. وانا كشفت ما لقاش حاجه. ضغطه كويس ونبضه كويس والرقبه كله تمام. لكن ممكن يطلع التحليل زي الفشل الكلوي.
في بدايته على شعره كده على شعره في بدايته، ولا هو هيقول حاجه ولا انا هلاقي حاجه. فاعتبرت ان انا اطلب التحاليل تقول حاجه، ضربت ان انا وظائفي كده اطلبها، ده روتيني. سكر، تقول لي السكر بيقوم بالليل يتبول، دول 40%، دول 40% اللي بيخس وبيعطش وبيتبول، دول 40%، 60% ما عندوش اعراض خالص. فهو روتيني. الغده الدرقيه، كوليسترول، كوليسترول ده صوره الدم عشان الانيميا ولا لا، دول خمسه روتينيين يعني ممكن اي دكتور يطلبهم ما نقولش عليه غلطه. ودول على فكره كمان تكلفتهم مش كبيره، مش كبيره، مش كبيره. فهو لو ودي المفروض الواحد يعملهم كل 6 اشهر لوحده. كل 6 اشهر يروح يشيك على السكر والكوليسترول ووظائف الكلى. طبعا طبعا وظائف الكلى. يقول لي طب وانا اعملها وانا في سني كام سنه؟ من وانت قد كده؟ هو الفشل الكلوي ما بيجيش لشباب، لا ملوش اعمار. فدول الحاجات المهمه قوي اللي الناس تعرفها، ان في حاجات روتينيه، لكن في ابحاث الدكتور بعقله بيطلب على حسب ما شك. يعني شكيت عضله قلب، في حاجات تساعدني انا مشخصه بالسماعه ديفنت، والتشخيص السماعه ده قيم جدا جدا لمن يستهتر. اللي بيستهتر بالسماعه وصوابعي لا، دي قيمه جدا جدا جدا. لكن انا عايز اشوف مدى الاصابه قد ايه. يعني هنقول مثلا اصابه 0% ولا 100، طب ما بينهم دي هيساعدني فيها طبعا الموجات الصوتيه مثلا. عندنا بقى الابحاث تنقسم لثلاثه برضو لا رابع لهم. ابحاث معمليه زي الكوليسترول ووظائف الغده والدم والبول والبراز، كل دي معمل. هروح معمل فلان اعمل الاتي، واشعات وحاجات اكلينيكيه زي المنظار. المنظار تخاف من المنظار ده دكتور؟ مالهمش حق، رغم انه حصل تطور كبير. مالهمش حق يخافوا. اللي بيخاف من المنظار ملوش حق. دلوقتي بيدوا بنج موضعي كده خفيف، لا وفي الوريد خليك تتسطل 3-4 دقايق لحد ما في اي خطوره للبنج خالص خالص. لا اللي بيخاف ملوش حق. ده المنظار ده طلع لنا، يعني اقول لحضرتك مثلا يعني مش عايز اخوف حد، سرطان القولون ممكن تقعد سنه ولا اي شكوى خالص، والسرطان شغال شغال، وبعدين يبتدي يتنقل في حته تانية وانت ولا انتهينا. فالمنظار ده، المنظار ده يعني انا متهيألي من اول ناس هيخشوا الجنه اللي عملوا المنظار. اللي عملوا المنظار، لان انقذ حياه ملايين. ملايين. حضرتك بتكتشف سرطان قولون وهو لسه بندق، ما بقاش عين جمل، لسه بندق، بتشيله وكأن شيء لم يكن. خلي بالك من الكلمة، وكأن شيئا لم يكن. فالمنظار طب والمنظار ده بياخد وقت قد ايه؟ 10 دقايق. والمريض فيهم متبنج مش داري بحاجة، لو هو عايز مش داري بحاجة. لا طب انا عايز اخد عينة، قول لي اخدها ازاي؟ لازم منظار. عايز اخد عينة من الحاجة اللي شفتها، لقيت كلكيعة كده، عايز اخد عينة منها ابعتها المعمل. فالابحاث تنقسم الى معمليه واكلينيكيه، منظار وزي المنظار او عينه او كده، واشعاعات. الاشعاعات بقى تنقسم حاجات كتير جدا، اشعه عاديه واشعه مقطعيه والرنين المغناطيسي والموجات الصوتيه. طب يا دكتور حسام للتشخيص الشخصي، يعني كل انسان يقدر يشخص نفسه اطلاقا ارجوك؟ لا لا مش بيشخص مرض. يعني لما يحس انه اتلخبط في شيء ما لابد يروح بقى للتشخيص. طبعا طبعا. ايه الحاجات اللي انت بتشوف ان الناس بتتجاهلها او بتهملها وبتكبر معانا وبتبقى مشكله كبيره؟ في حاجتين كبار قوي قوي بيخلي عيني يجري على الدكتور. ما دون ذلك لا. الدم والحاجات دي. الدم والالم. الدم والالم يجري على الدكتور. ما دون ذلك لا. بمعنى واحد حاسس ضعف في عضلاته. اصل انا مرهق. واحد عنده مثلا نظره ابتدى يقل، اصلا انا كبرت. محدش يا اخوانا يستهون بعرض، العرض في اوله غير بعد سنه، غير بعد شهور. انما في اتنين العين بيجري، الدم شاف دم في البول ما يسكتش. ده اللي بيحصل يعني، دم في البراز، في الكحه، قيء دم او الم، يا صدري، يا بطني، عشان الزايده
الناس كلها ربنا بينقذ. ولذلك انا دايما اقول الالم ده رحمه من ربنا. صحيح ده رحمه كبيره جدا. ده بيقول لك في حاجه يعني. تخيل لو واحد عنده ذبحه صدريه ومش موجوع. وعندنا مجموعه كده, عندنا مجموعه من الذبحه اسمها بينلس بدون الم, خطيره جدا اخطر من ابو الم. اثر الذبحه عنده ذبحه, بس انا اكتشفتها صدفه. اكتشفتها صدفه, توقعت. ودي حالات نسبه. ده التلت. تلت تلت ما عندوش الم. عشان كده الكشف الدوري على الشريان التاجي اساسي, خاصه في من عنده يعني عامل خطوره. مدخن, كوليسترول عالي, سكر, اسره سيئه السمعه في ما بتحب يا جدعان في الامراض تحبش انت كده. تعرف انها انتشرت جدا طبعا. العيان يقول لي اصلا انا من اسره سيئه السمعه فدول لو كان من دول يكشف دوري على الشريان التاجي دوري. يعني كل شويه يروح يعمل. يعني لو في حد اخواتك اسرتك في حد جاله القلب او مدخن او مدخن او كوليسترول او عمل قسطره او عمل دعامه. يعني ساعات واحد يجي لي يقول لي مثلا, اقول له انت اسره سيئه سمعه في القلب؟ يقول لي لا. كويس اهو. اقول له الوالد موجود؟ يقول لي لا. توفى؟ اقول له توفى ازاي؟ يقول لي لا ده كده من فجاه كده. اقول له هو ده اللي انا عايزه. الموت الفجائي ده اسره سيئه السمعه. معيش يعني كان ماشي او صحي الصبح يصحوه او متوفي. ده مهم جدا. ولاده يخلي بالهم. اللي هو الموت الفجائي اللي هو بدون مقدمات ده. يقول لي لا انا كلهم كويسين, ماما بس عامله قلب مفتوح وبابا مات فجاه واخويا حاطط دعامتين. كل ده اسره مش سيئه السمعه. فده التحاليل والحاجات دي مهمه قوي 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 لمساعده الطبيب. بس ارجو الاطباء اللي سامعيني, ولادي الصغيرين لازم يكشف, لا يعتمد على الـ الاعراض فقط. والا كنا شخصنا بالتليفون. صحيح. بس وكارثه المصريين انه بلاش واحد بيقول لصاحبه اصل انا عندي وجع هنا, قال له ده التهاب اسمه 10 انا جالي والدكتور كتب لي خده. صحيح. مش ده المصيبه بقى, المصيبه انه جايز يتحسن فيوصفها لواحد تاني. لا يسيب المرض الاصلي. يسيب الحكايه الاصليه وهو اتحسن. يعني عندي مثلا لسه كنت بواحده, طبعا ما بقولش اسامي اطلاقا, يعني واحده بتعالج مثلا 7-8 سنين بوجع هنا, عملنا من طلع التهاب اسمه 10. هي مش كده. هي مش كده خالص, هي التهاب بنكرياس, لكن عملت منظار فالدكتور ارتاح. لا دور اكتر شويه, يعني العين ما ارتاحش. تديته دواء ارتاح له 3-4 ايام ورجع يشتكي تاني. فهي الطب اصله يعني, بص حضرتك ابعت الاخلاص ينزل لك التوفيق. صحيح. ابعت الاخلاص, خليك مخلص وانت بتكشف على عيان. ربنا هيوفقك. ليه؟ حضرتك قول لي مثلا لما تجيب مين تقول انا عندي وجع هنا في الحته دي. 14 احتمال. فيش احتمال بيبقى اعلى من احتمال؟ فيه. لكن هو التوفيق بقى. على فكره ده ملوش علاقه بالدين. الاخلاص ملوش علاقه بالدين. اي انسان مخلص ربنا هيوفقه. مش بقول كده عشان اللي بيصلي هيبقى موفق اطلاقا. ملوش علاقه بالتدين. قصدي متاسف يعني التدين. ملوش علاقه بالتدين. مظبوط. فهو كذا احتمال هنا. هفكر ايه, قلب ولا كبد ولا بنكرياس ولا اسمه 10؟ ايه نوع الالم يا دكتور؟ الم القلب. الالم اللي بيجي هنا عامل يعمل المشاكل اللي يعمل الاحتمالات دي كلها. كلهم زي بعض. بس مثلا هقول لحضرتك حاجه, لو سالت سؤال بسيط جدا, الالم ده بيجي لك لما تطلع السلم؟ يقول لك يبقى قلب. ملوش علاقه. ساعات يضللني اكتر. اما تاكل بيجي لما اكل, ممكن يبقى قلب. ممكن جدا. ممكن يبقى معده. ممكن يبقى بنكرياس. ممكن يبقى مراره. فالتوفيق ده يعني هو ده. طب ايه الاخطاء الشائعه اللي حضرتك بتلاحظها في شغلك ان الناس بتهملها ويجب ما تهملهاش؟ اللي هو الاشياء المتعلقه بالتشخيص برضه. يسكت على عرض. ده اللي بشوفه كتير. يعني يقول لي انا ما الوجع كتفي ده بقاله 3 سنين. طب رحت لحد يقول لك لا. ما انا كنت مستحمله. ما انا كنت باخد مسكنات. دي غلطه كبيره جدا. او أن يلجأ إلى الصيدلي بعرض.
الصيدلي ما بيكشفش. الصيدلي يروح يتعالج. الصيدلي ما بيكشفش طبعا خالص. فهو يعالج اعراض، ونحن لا نعالج اعراض بتاتا، احنا نعالج امراض. تمام. انا ما عالجش عرض. تمام. انا مصدع. خليك مصدع وروح للدكتور شوف سببه ايه. انما خد القرص ده هيضيع لك صداع. يا نهار اسود، دي كارثه، دي كارثه. لو صداع راح، افرض انه ورم في المخ. صح، هيروح شوي. انت اجلت التشخيص شهر وسبت المرض يتفشى. هو ولا اجلته شهر. ممكن يكون المرض بيزيد. ماشي. اكيد هيزيد، مفيش مرض بيسكت. المرض ماشي. واحد يعني راح بيشتكي من ركبه، خد دواء روماتيزم ضيع القلب. طب افرض انه نقرص، والنقرص ده مفيش شهرين ثلاثه هيكون اثر على الكلى. رجاء، محدش يعالج اعراض. طب نحن لا التفصيله دي، النقرص والكلى اشرح لي. النقرص والكلى ده قضيه خلاص. لا انت صائد ثالثه فعلا. لا والله انت صائد ثالثه فعلا. يعني ده بيجي في الامتحان فاشل يعني ولا ايه؟ لا كويس. طب ما تنجحني بقى يا دكتور بقى. هو بص حضرتك، الكلى لما بتبوظ بتفشل انها تطلع المواد السامه. ما كلوه فاشله، اللي عنده فشل كلى. ففي حاجه اسمها بولينا ما تخرجش، تلاقيها ابتدت البولينا تعلى في الدم. في حاجه اسمها كرياتينين ما طبعا يخرجش، تبتدي يعلى في الدم. في حاجه اسمها حمض بوليك ما يخرجش فيبتدي يعلى في الدم. تمام؟ يبقى حمض البوليك عالي عشان الكلى تعبانه. كويس. لكن في مرض مهم جدا اسمه النقرس، بيعلي حمض البوليك والكلى كويسه والكلى زي الفل. تمام. لكن عامل لدع الكلى، انا لازم تخرجه. اللود ده هيبوظ الكلى. هيضغط عليها، يبقى ده بيعمل ده وده بيعمل ده. الكلى البايظه تعلي حمض البوليك، والحمض البوليك العالي يبوظ الكلى. هيجي لك مريض كلوه تعبانه وحمض بوليك عالي، مين اللي ابتدى؟ دي من فن سادة الكلى، فن التشخيص، فن التشخيص. مين اللي ابتدى؟ اذا كان البدايه من الكلى او البدايه من النقرس. حضرتك دلوقتي عندك حمض بوليك عالي وخدت عينه من الدم، قال لك حمض البوليك 12، هو الطبيعي ما يزيدش عن 6، من 2 ل 4، لكن احنا بنسمح لحد 6، قال لك ده 12. كويس. ابسط حاجه اقول له طب شوف لي بقيه وظائف الكلى. ابسط حاجه. لقيت وظائف الكلى نورمال، يبقى حمض بوليك ده عالي فقط، الحقه قبل ما يفسد الكلى. لقيت الثلاثه عاليين، الكرياتينين عالي، تبقى الكلى فيها مشكله. تبقى الكلى فيها مشكله. طيب الكلى فيها مشكله، علت حمض البوليك ولا حمض البوليك العالي هو اللي عامل مشكله؟ مشكله كبيره جدا. عشان كده بقول لك التوفيق. يعني النقرس يتعب الكلى. ايوه. والكلى تطلع حمض البوليك، تعمل نقرس. ايوه بالظبط. الاثنين مع بعض. ايوه. النقرس يتعب الكلى والكلى تعلي حمض البوليك. يعني اذا كل مريض نقرس لابد ينتبه جدا للكلى. يروح لحد يمسكه من اول لحظه. ومرضى النقرس كتير، وكل مرضى الكلى برضه يخلوا بالهم من النقرس، ان الحمض البوليك ده مش مشكله بقى، ده المشكله في الكلى. تمام. انت ما تفرقش قوي معاك حمض البوليك العالي، لا ده انا عايز لما اصلح الكلى هيتصلح معايا حمض البوليك. احنا عايزين بقى نتكلم عن الموجات الصوتيه والاشعه دي الغريبه شويه، ناس بتطلبها كتير وناس معلوماتها محدوده شويه في الحكايه دي. هقول لحضرتك، الموجات الصوتيه دي انقلاب في الطب. طبعا من حوالي 30 سنه طلعت. انقلاب فعلا يعني. هي قصتها جميله جدا، احب الناس تعرفها لانها انترستنج يعني، حاجه شيقه يعني. حضرتك كان زمان في الحروب المركب ماشيه بو تنفجر، لان في واحد ما عندوش ضمير وخسيس وما عندوش اخلاق ولا دين، اخترع حاجه اسمها لغم. صحيح. تبقى ماشي في امان الله في الصحراء، تدوس على اللغم يفرقع. ده اللي طبعا اللي اخترعه ده قمه الخسه. يعني اللي اخترع اللغم ده والله ده نفسي اعرفه يعني. انا ما في عباقره كتير في العالم. فالعربيه مركب ماشيه تروح منفجره، فواحد ذكي جدا جاب عصايه في اول مركب وحط فيها جهاز يبعت موجات صوتيه لو في حاجه تبان في البدايه، المفروض تخبط في الارض، هو عارف الارض على بعد قد ايه، ترجع له بعد قد ايه. فلو حاجه قبل الارض خبطت رجعت اسرع، يبقى في حاجه قبل الارض.
يعني هو بيبعت اشعاع ينزل يخبط في الارض وينعكس مثلا 100 متر، فلما نزل 60 ورجع يبقى في حاجه، تروح المركب واقفه. هذه بدايه الموجات الصوتيه. على فكره ما اسمهاش فوق صوتيه، اسمها موجات فوت الصوتيه، فوت التراسونيك. التراسونيك مش سوبراسونيك. بس احنا بنحب ندلع الحاجات دي، بندلع الحاجات. فالموجات الصوتيه دي انقلاب. هجيب نفس الجهاز اللي كان على المركب ومشيه هنا، هيخبط في الكبد ويرجع لي. اذا حاجه حشيته يبقى في حاجه حشيته هتخبط اكتر، واقدر ارسمها، افضل ماشي معاه اشوف في ايه هنا. في ايه هنا؟ الكلى، الغده الدرقيه. الغده الدرقيه كان هوب شيل يا جدع بايديا بصوابعي. ده في هنا كلكيع، شيل يا جدع. ابعتها شوف. لا ده الموجات الصوتيه شوفها، مش بس كده. واحد كلى فيها ورم وجبته الموجات الصوتيه وعايز عينه، العينه ابره بتخش وتطلع، ادخلها بالموجات الصوتيه عشان اخش صح. يعني هو يجيبها لي وانا اخش منها، اخد جزء من الشيء اللي شفته، ما اخشش عمياني. فالموجات الصوتيه انقلاب. صحيح انا مره كنت بعمل، فالدكتور كان دكتور عظيم جدا، فقال لي مفيش اي مواد صلبه، يبدو ان هي بتضرب في بعضها. بالظبط كده. ولذلك الموجات الصوتيه لا قيمه لها عندما يكون في غاز. يعني لا قيمه لها في تشخيص امراض المعده، ما تجيبش هاش، امراض القولون ما تجيبهاش، امراض الامعاء ما تجيبهاش. كبد تجيبه ما فيهوش هواء، طحال، كلى، غده. دلوقتي ابتدت تتقدم جدا 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 الموجات الصوتيه، واجهزه بقت غير عاديه انها تجيب الرئه، تجيب الاشياء الصلبه اللي في الرئه. ليه بقى؟ لان انا عيان العنايه المركزه عندي هبعته يعمل اشعه ازاي؟ مش ممكن، ده على جهاز تنفس صناعي. هبعته ازاي بالجهاز يعمل اشعه؟ فالموجات الصوتيه دي من جنب السرير، دي حاجه سريعه. ده بقى احدث حاجه في الموجات الصوتيه، الرئه. الرئه دي احدث حاجه، ما كانتش موجوده عشان الهواء. دي جديده، جديده نوفي، ما كملتش سنه. وعليها ابحاث وبيبرز كتيره جدا جدا، او اكتر من سنه شويه يعني. الحاجات دي مكلفه يا دكتور؟ يعني انا لو مثلا واحد عنده 40 سنه، نتكلم من السن ده ولا ايه؟ لازم يعمل كل ده كل 6 اشهر وكل سنه ولا يعني؟ لا هو مش محتاج الحاجات دي، محدش محتاجها خالص الا لما الدكتور يقول. لا الروتين قلنا شويه، تحليل دم، لو من اسره فيها سرطان قولون يبقى منظار القولون اساسي، من اسره سيئه السمعه في القلب يبقى رسم القلب بمجهود اساسي، انما روتين اعمل كل ده. لا دي مكلفه جدا. ما انا بقول كده. وبعدين في حاجه بقى لازم الناس تعرفها، الطب غلي، الطب غلي جدا. ولذلك الدوله لازم تحط مبلغ اكبر لعلاج الفقراء عشان يتعالج زي واحد معاه فلوس. دلوقتي الكورونا يعني كشفت ناس كتير جدا. صحيح. والله راجل مقتدر جدا بيقول ان اخوه بيتعالج واسم معروف، قال لي مش قادر على المستشفى. صحيح. فالطب غالي، الارقام ضخمه جدا في كورونا، الطب غالي، حاجه كبيره جدا. القسطره حضرتك بالثورتها غاليه جدا برضو كمان. صحيح، ده صحيح، بس الارقام فيها برضه شويه مبالغه، فيها شويه مبالغه. انا موافق حضرتك جدا جدا بس جدا. لكن هو فعلا الحاجات غليت، يعني القطع المستخدمة غالية، غليت يعني. المستهلكات المستهلكات تستخدم في العناية، الحقنة البلاستيك غليت. الحقنة البلاستيك اللي بنرميها طبعا غليت. والأدوية وكل حاجة. أنا ابتديت حياتي الطبية نايب، ما كانش في حقن بلاستيك، كانت الحقنة الإزاز الريكورد اللي بنغليها في المية، في العلبة الحديدة، العلبة الحديدة ونغليها بتاعت أبلة حكمة. ما احنا بفضل تيجي أبلة حكمة تدينا الحقن بتاع دي، الحقنة دي كده. احنا بفضل الله اللي عملنا فيروس سي في مصر. طبعا الحقنة من واحد لواحد لواحد مغلية في مية. لا بس البيوت ما كانتش بتعمل كده. البيوت؟ لا البيوت كانوا الحقنة محطوطة في علبتها. ايوه كويس. ويغلوها زي الفل. وما يدريك ان اخوك ما عندوش فيروس سي. ما احنا كنا بنغليها. ايوه بتتغلي، ما تعملش حاجه خالص. ما هو ده اللي نعرفه. الغليه ما تعملش حاجه خالص، غليه على سبيرتو مش على البابور كمان. كنت بتبقى ممكن سبرتايه. صحيح. يعني ربنا يسعدك. غليت يلا هاتها شويه وهوب وهوب. صحيح. لا كان كل بيت فيه حقنه كده محطوطه في علبه كده ونحط فيها ميه ونعملها. الطب لانه تقدم غلي. الاعلام عندكم ما غليش يا استاذ محمود. انت عشان تعمل حلقه زي دي ما بتكلفش اكتر من لا كل الحياه يا دكتور. كل الحياه، اي حاجه، الهندسه، الحياه كلها، المواصلات،
العربيات ما غليتش. صحيح صحيح. الطب غلي، بس ارجو الله يعني الناس اللي هي الحاجه اللي ما استهلكش فيها غير نفسه ما يغليش فيها. يعني هيعود عليك بكل الخير. نتمنى انك تدي من نفسك. صحيح. في دكاتره كتير يا ده مصر كلها. يا سلام، دكاتره كتير جدا ممتازين، لكن كلها. الحمل كمان تقيل عليهم، والحمل تقيل على الناس، والدنيا كلها ربنا يديك الصحه. واحد سالني سؤال خطير جدا ملوش اجابه، ما يحوجكش للدكتور ابدا. ملوش اجابه. قال لي هو الطب مهنه انسانيه ولا اكل عيش؟ والله العظيم. كان عندي في قلت له ايه في بيتي يعني. قلت له، قال لي يعني، قلت له، قال لي اتشال ببلاش. قلت له طب ربي عيالي ازاي؟ لقيت ربنا بعت لي الاجابه والله. قلت له الطب مهنه انسانيه عند اللزوم. صحيح. ارمله رجع كشف. راجل حسيت انه خد اللي حواليه كله عشان يجيب لك كشف، رجعوا له. لقيت واحد مرمي في الشارع اقف. انما كمهنه احنا بنشتغل زي الباقي. صحيح. لا تبالغ. صحيح. في اسعارك. والطب مهنه انسانيه مهمه. صحيح. هي مهنه. هي الاول بنقول مهنة. فبالتالي مصدر دخل. لابد تتوافر فيها جزء كويس من الانسانيه، وكل مهنه كده على فكره. هو قال لي بقى مش كل مطلوب مهنة. من الصحفي كده، مطلوب من المهندس كده، ومطلوب من المحامي كده. لا ما هو بيقول لي بقى، جبت له طلب الهندسه، قال لي والله اللي عايز يبني بيت هو حر. اللي عايز يبني عماره هو حر. ما فيهاش اي انسانيه دي. انما مهنتكم فيها جزء انساني، الاتقان والحاجات دي. احنا كنا بنقعد 3 ايام نبطشيين بنفس المرتب اللي ياخده واحد زميلي في كليه التجاره والاداب. صحيح. مش انا معيد في الطب وهو معيد في الاداب. نفس المرتب. بس انا بقعد 3 ايام ما نمش. صحيح. مقابل ايه؟ ولا حاجه. مقابل ان انا يعني رغبه انك تعالج يعني. ودي متعه لوحدها يعني، متعه كبيره يعني. طبعا. دكتور حسام بشكر حضرتك جدا. الف شكر. انا بشكرك. مع السلامه. ولسه عندنا حاجات في مخلها.